يقول السائل: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس للمرء من صلاته إلا ما عقل منها. هل جزاكم الله عنا خيرا هذا الحديث للمأموم خلف الإمام أم المنفرد في صلاته؟ لكل مصلي، هذا لكل مصلي، للإمام والمأموم والمنفرد، ليس له من صلاته إلا ما حضر قلبه، ما عقل منها، يعني ما حضر قلبه فيها وخشع بين يدي الله سبحانه وتعالى. نعم، قد يكتب له صلاة كاملة إذا حضر قلبه في كل صلاته، وقد يكتب له نصف صلاة، ربع صلاة، عشر صلاة، قد لا يكتب له شيء إذا انشغل في كل الصلاة، لا يكتب له شيء. قال تعالى: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. نعم.